السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. النادي الأهلي أنباء قوية بتتردد حول تعاقده مع لاعب برازيلي بيلعب في مركز الجناح وهو مارسينو دا سيلفا، وانباء على ان هذا اللاعب وقع للنادي الاهلي بالامس من خلال الايميل وحصل على $1,700,000. كل المواقع بتتكلم عن هذا التعاقد واقتراب اعلان النادي الاهلي، ومنهم عمر ربيع ياسين اللي قال لك $1,700,000، وفي بعض المواقع الأخرى اتكلمت عن $1,300,000. القصة حصل دلوقتي الكلام عن القيمة المالية ومحاولة الهجوم على النادي الأهلي من خلال القيمة المالية، ده كتير ده شوية، من غير ما يتلقنوا حتى إذا كان هو اللاعب ده اللي النادي الأهلي وقع معاه ولا لا. النادي الأهلي هيوقع مع اتنين، ربما يكون مارسينو بنسبة كبيرة منهم، وأيضا هيكون في لاعب تحت السن، لاعب أفريقي تحت السن. مارسينو عنده 27 سنة، بيلعب في مركز الجناح الأيسر، إمكانياته الفنية عالية، إمكانياته البدنية عالية، سرعاته جيدة. نادي الأهلي أنا كنت أتمنى إنه يتعاقد أيضا مع لاعب صانع لعب، ممكن أتمنى إن حتى اللاعب السن الصغير ده يكون صانع لعب، لكن في الصفقات اللي النادي الأهلي عملها كلهم ربما مارسيل كولر يلعب بطريقة أو الطريقة الرئيسية بتاعته 4-3-3، إحنا ما شفناش لسه مارسيل كولر على ارض الملعب مع النادي الاهلي، حتى المباريات الوديه مش مذاعه. لكن من وجهه نظري الصفقات اللي بتتعمل دي افضل طريقه لعب ليها هي 4-3-3، اللامركزيه، يعمل لامركزيه ما بين تاو وما بين مارسينيو لو جاء، او ما بين برونو سابيو، او حتى احمد عبد القادر ممكن يلعب ك يعني في الوسط مع الثلاثي سواء ديانج او عمرو السوليه، ان شاء الله ممكن يلعب لاعب. انت عندنا طبعا بقى عندنا تكدس رهيب في مركز الاجنحه، كنا بنقول عايزين جناح يمين، ما عايزين شعب، بقى عندنا دلوقتي باسم حتى اللعيبه اللي تعاقدنا معاهم على سبيل الهجوم مهاجمين، يعني زي شادي حسين بيلعب في مركز الجناح، بيلعب ناحيه الشمال مركز الجناح، بيلعب برونو سابيو ناحيه اليمين جناح مهاجم وجناح، ممكن يلعب صانع لعب. فانت عندك بسم الله ما شاء الله الخط الامامي بقى زي الفل ان شاء الله، ما عندكش اي مشاكل. حتى كريم الدبيس مع علي معلول مع محمد اشرف ناحيه الشمال، ناحيه اليمين مع عوده اكرم مع كريم مع محمد هاني، خط الظهر عبد المنعم ياسر ايمن اشرف محمود متولي مغربي، ان شاء الله الامور زي. في وسط الملعب عندك طبعا السوليه ديانج حمدي فتحي اللاعب كوكا مع وجود حتى اللعيبه الصغيره ميدو نبيل، حتى كمان يعني ممكن تلعب متولي في وسط الملعب، ممكن تلعب بأكرم في وسط الملعب. الجناحات عندك حسين الشحات، عندك زياد طارق، زياد طارق ممكن يخرج على سبيل الإعارة، يعني في عنده عروض كتير على سبيل الإعارة، منها نادي أسوان كابتن ربيع ياسين طالب إن يتعاقد مع زياد طارق على سبيل الإعارة. لكن أنت عندك يعني الأجنحة، عندك مثلا ناحية اليمين عندك برونو سافيو، عندك حسين الشحات، عندك بيرسي تاو، ناحية الشمال عندك طاهر محمد طاهر، عندك كهربا، عندك اللاعب أحمد عبد القادر، عندك اللاعب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي مارسينهو، عندك شادي حسين ممكن تلعبه الهجوم بقى، عندك شادي ممكن تلعبه مهاجم، محمد شريف، عندك حسام حسن، عندك برونو سابيو، ما عندكش. فزي ما بقول لحضراتكم العالم كله دلوقتي بيتجه مفيش صناعة اللعب، لكن ازاي اللعيبه تتحرك، تحركاتها تبقى عامله ازاي، ازاي كل لاعب يبقى فاهم ادواره. زي ما نشوف دلوقتي مثلا مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، مين يقول لي ان في مين صانع اللعب في نادي مع تشافي في هرنانديز، تشافي هرنانديز في برشلونه، مين صانع اللعب في برشلونه؟ ما تحسش ان في صانع لعب، لا، لعيبه بيلعب ثلاثه في وسط الملعب متحركين، تلاقي جافي بيجي هنا، بدري بيجي هنا، تلاقي متحركين. يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون صفقات نتمنى انها تنجح في النادي الاهلي، لانها هتنقل النادي، يعني النادي الاهلي طبعا في مكانه عاليه، لكن الكواليتي اللعيبه والامكانيات الفنيه والمهاريه في محتاجينه خلال المرحله دي والمرحله المقبله علشان دوري السوبر الاوروبي، وان شاء الله الفلوس بتاعت دوري السوبر الاوروبي تنقل النادي الاهلي من خلال
ولو اللعيبه دي نجحت، تجربتها نجحت مع النادي الاهلي، ممكن النادي الاهلي يستفيد منهم بنسبه كبيره. جنبنا الخليج يموتوا في اي لاعب يتالق، تسمع ما هتسمع مبالغ زي الفل ان شاء الله. بس باذن رب العالمين ربنا يكرمهم ويكونوا اضافه للنادي الاهلي. بالنسبه لمرتضى منصور، من ضمن اشتراطاته للعفو عن امير عبد العزيز شقيق ايمن عبد العزيز بعد ما حط صورته هو وزوجته وابنه كانهم مطلوبين على غرار الافلام الامريكيه اف بي اي ولا الاف اي بي ولا مش عارف يسموه اف بي اي، يروح وانتد مطلوب، حاطط صورهم ومصورهم كده وحاطين عضويتهم مشطوبه. من ضمن اجراءات العفو او طلبات العفو اللي مرتضى منصور بيفرضها الاعتذار بشكل علني. نقل امير عبد العزيز ايمن عبد العزيز اتكلم من خلال صفحاته على السوشيال ميديا في البدايه، قال لك ايه؟ في البدايه اتقدم بالاعتذار للسيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لما بادر مني من خطا وتوجه بالشكر، لسيادته تقبل اعتذاري وعودتي للمران مره اخرى. يعني اعتذار لمرتضى منصور مش اعتذار لنادي الزمالك ولا العمال ولا الامن، لا هو اعتذار لمرتضى منصور. ما هو قعد مع مرتضى وعقد جلسه، مرتضى قال له خلاص يا ابني بس نازل اعتذار ليا، على لازم اسمي يكون موجود في اي حاجه. نادي الزمالك بعد ما خد البومبا التمام والبومبا المتينه في التعاقد مع سامسون اكينيولا، لسه سنه صغير ما عندوش الخبره، وقال لك ممكن نستفيد منه نعمل معاه زي ما عملنا مع سيد زيزو، لكن مش كل مره تسلم الجره، كنا في جره وطلعنا لبره. المهم يعني لبسوا فيه وقال لك ان هو يتم قيده فوق السن، فبالتالي ما لهمش. فقدامهم حل من اثنين، يا يطلعوا اللاعب اعاره ويشوفوا لاعب تاني اجنبي، يا يفسخوا العقد ويدفعوا فلوسهم للاعب والنادي اللي اشتروه منه، يا اما في بعض الانباء بتتردد على ان نادي الزمالك ربما يتعاقد مع لاعب نادي بيراميدز الحالي مهاجم نادي بيراميدز وهو محمود وادي. محمود وادي طبعا صاحب الجنسيه الفلسطينيه، وصاحب الجنسيه الفلسطينيه في الدوري المصري من ضمن راح بيعامل معاملة اللاعب المصري، وبالتالي مش هيكون لاعب أجنبي. فممكن الزمالك بيفكر في هذا الأمر للخروج من ورطة اللاعب سامسون أكينيولا والعبقري الأوزاعي أمير مرتضى منصور اللي تعاقد مع اللاعب سامسون أكينيولا. مباراة النادي الأهلي والاتحاد التونسي المينستيري هتكون يوم 9 من الشهر المقبل الساعة 3 بتوقيت تونس، 4 بتوقيت مصر أعتقد، أو 4 بتوقيت تونس 3 بتوقيت مصر يعني. لكن حتى الآن هننتظر في الموعد الساعة كام بالظبط، لكن المباراة والله شوية يقول لك يوم 8 وشوية يقول لك يوم 9. النادي الأهلي من خلال الموقع قال لك يوم 9، بعض المواقع بتتكلم عن يوم 8، لكن اعتقد هو النادي الاهلي ولا قصدي يوم 9 يعني، خلينا يوم 9. وبعض المواقع قال لك يوم الجمعه يوم 7، لسه في حاله من حالات عدم التركيز. لكن المباراه هتذاع فين بقى؟ على احدى القنوات التونسيه، قناه التونسيه الوطنيه. هيكون زي ما اعلنا من حوالي 3 4 ايام عن الطاقم التحكيمي، وقلنا ما قلناش اسمائهم لكن قلنا جنسياتهم، قلنا وقتها طاقم تحكيم جزائري لهذه المباراه. الحكام طاقم التحكيم هم الحلو بن براهم كحكم ساحة، ومساعد أول أكرم زهروني، ومساعد تاني حمزة أبو زيت، وحكم رابع إلياس بيكاسيو. دول حكام مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد المنستيري التونسي. مارسيل كولر زي ما قلنا حضراتكم لسه بيقيم اللعيبه عندنا، لسه تقريبا لحد يوم ايه؟ يوم 15، القيد هيقفل يوم 15 مع بدايه الدوري القيد المحلي. فانت خلال كل هذه الفتره تقدر تتعاقد مع لعيبه، وطبعا تطلع لعيبه اعاره، والراجل لسه بيكون فكره لعب من وقت ما جه مباراتين وديتين، مباراه بتروجيت ومباراه اسوان، والنهارده باذن رب العالمين المباراه الثالثه مباراه طلائع الجيش. ومع نهاية هذه المباراة أو مع المباراة ده هيقدر يكون حط إيده على اللعيبة اللي محتاجها والعناصر الأساسية اللي ممكن يعتمد عليها، وبعض اللعيبة اللي ممكن يكونوا موجودين معاه على الدكة، واللعيبة اللي هيكون خارج حساباته ممكن يخرجوا على سبيل الإعارة يعني. وأنا قلت لحضراتكم نسبة كبيرة من الأسماء اللي مرشحة نخرج على سبيل الإعارة زياد طارق، لأن مع التعاقدات اللي أنت عملتها بقى في تكدس كبير في لعيبة الجناح يعني. عموما
ويخرج. ووجوده مع النادي الاهلي زياد طارق مش هيديله فرصه انه يلعب ويشارك بنسبه كبيره، فيخرج يلعب ويشارك ويكون اضافه كبيره للنادي. او كمان نسينا كمان مصطفى سعد ميسي، اللاعب اللي بيلعب تحت راس الحربه او ممكن تلعبه ناحيه اليمين كجناح، او يلعب يعني ثالث في وسط الملعب ك يقوم بدور قفشه مثلا صانع لعب. عندك اللعيبه المهاريين هيبقوا في الفريق، وده على فكره النادي الاهلي كان بيفتقده. يعني الاول ما كانش في عندك اللاعب المهاري اللي حسين الشحات على فترات لما بيبقى فايق، احمد عبد القادر برضه ساعات وساعات، قفشه مش مهاري حتى كمان واحد لواحد ما بقاش بيروح. لكن النهارده مع التعاقدات الجديده المهاره دي بيبقى اللعيبه عندها حلول فرديه ممكن تحل لك ازمات وتكتلات دفاعيه كبيره. يعني عموما كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وفي النهايه شكرا لحسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.